بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كتاب تهنئة موجها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء. أعرب فيه جلالته عن تهنيه لسموه بتحمل أمانة المسؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيس لمجلس الوزراء، مشيدا جلالته حفظه الله ورعاه فيه بما يقوم به سموه من عمل وجهد دؤوب لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي. وفيما يلي نصه: ابننا العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نبعث إليك بتحية وتهنئة ملؤها المحبة والرضا والاعتزاز بك وما تبذله من عمل وجهد دؤوب لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي وأمتنا العربية والإسلامية، ونحن نحتفل بالأعياد الوطنية المجيدة. يسعدنا أن نبعث إليك بهذا الكتاب لنهنئك وأنت تحمل أمانة المسؤولية وأعباءها كولي لعهدنا ورئيسا لمجلس الوزراء. تستلهم الرؤية منه في قادم الأيام أسلوب ومنهج عمل، ولقد كانت هذه الرؤية المتوارثة لنظام الحكم نتوارثها من جيل إلى جيل، وقد سار آباؤنا وأجدادنا من قبل على هذا النهج، واستقر في وجدانهم وضمائرهم أن المسؤولية أمانة وأن خدمة الوطن والشعب واجب وشرف. إننا على ثقة بأنك ستسير على نهج آبائك وأجدادك ملتزما بحب الوطن والانتماء إليه والتفاني في العمل المخلص الجاد والعزيمة وقوة الإرادة والاسترشاد بالخلق السمح الكريم المستند إلى تقوى الله ومحبة الناس والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم. إننا سعيدون وفخورون بما أنت عليه اليوم بفضل من الله وبما أنجزت من عمل مخلص لإعلاء شأن البحرين وشعبها الكريم، وإننا على ثقة بما ستكون عليه إن شاء الله في المستقبل بما تحمله من طموح وفكر متجدد تقود به مرحلة جديدة في مسار التطور الحضاري والتنموي لمملكة البحرين، وستجد منا بإذن الله كل الدعم والمؤازرة والنصيحة. ونحن إذ نهنئك في كتابنا هذا وفي بداية مسؤوليتك لرئاسة مجلس الوزراء، نسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويوفقكم لخدمة البحرين وشعبها الوفي، وأن يحقق الله فيك الأمل والرجاء لنا ولكل الأسرة البحرينية الواحدة. كما أدعو المولى عز وجل أن يعينك على النهوض بأمانة المسؤولية وخدمة شعبنا الوفي ووطننا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.